بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أهلا وسهلا بكم. الفيديو الأول من الوحدة الثانية اللي هو نتكلم عن الريدنج والليسننج إن شاء الله والنيو فوكابولاري. تعالوا أول حاجة نبدأ بيها بالكي فوكابولاري اللي هي الكلمات الجديدة. أول كلمة من الكلمات الجديدة هي كلمة أسوسيشن. أسوسيشن معناها منظمة أو جمعية أو اتحاد، بالظبط زي كلمة أورجنايزيشن. أورجنايزيشن يعني منظمة. الكلمة اللي بعديها كالتشرال. كالتشرال معناها ثقافي، جاي من كلمة كالتشر اللي هي الثقافة أو الحضارة. كالتشرال معناها ثقافي. ديسيبلين. ديسيبلين ديسيبلين اللي هو يهذب، فعل معناه يهذب أو يدرب على النظام أو تنفع النظام. ديسيبلين. امبورتنس. امبورتنس معناها أهمية، أما صفة منها امبورتنت اللي هو المهم. انفلوينس. انفلوينس يعني يؤثر وتنفع تأثير، يعني تنفع فيرب وتنفع ناون، تنفع فعل وتنفع اسم. انفلوينس. لاير. لاير معناها طبقه. لاير معناها طبقه من الطبقات. ليكتشر. ليكتشر تنفع فيرب تنفع ناون. فيرب فعل معناه يحاضر، ناون اسم معناه محاضره. في الناحيه الثانيه في كلمات تانية زي اول كلمه هنا مينستري. مينستري معناه وزاره، لكن عندنا مينستر اللي هو الوزير. الكلمه اللي بعدها بوليتيكال ساينس. بوليتيكال ساينس اللي هو العلوم، العلوم السياسية. منها الشخص اللي بيعمل في السياسة اسمه politician. politician معناها سياسي. responsible. responsible معناها مسؤول. أما كلمة semi circle دي بتتقسم كلمتين، circle يعني دائرة، والsemi معناها نصف. حتى كلمة semi دي لما نحطها قدام أي حاجة تديني نصف، زي ما أقول semi final يعني نصف النهائي. serious. serious معناها جاد، شخص جاد يعني never laugh مش بيضحك. سايلنس. سايلنس معناها يسكت او يسكت، وتنفع ناون معناها السكوت او الصمت. سبويل. سبويل معناه يفسد يا جماعه. ستريكت. ستريكت معناها حازم او صارم، شخص بيطبق القوانين والايه والقواعد. في كلمات تانية برضو تبعنا، كلمات مهمه زي الكلمه دي، كلمه اوورد. اوورد معناها يمنح او منحه او جائزه، تنفع فعل معناها يمنح، ولو اسم تبقى معناها منحه او جائزه. في عندنا كلمات تانية زي كلمة demand. demand معناها طلب أو يطلب. في عندنا كلمة event. event معناها حدث، حدث مهم. في عندنا كلمة face. face ده اسم معناه وجه، لكن لو بيجت verb معناه يواجه. الكلمة اللي جاية كلمة مهمة جدا، كلمة fatherly. fatherly جاي من كلمة father، حطينا ال y، بيجت ذو مشاعر أبوية، لكن لو كنا بصينا الناحية التانية هنا نلاقي في عندي motherly. motherly يعني ذات مشاعر أمومة أو ذات مشاعر أو شخص حنون. في عندنا هنا كلمة honor. honor. honor يعني الشرف أو معناها يكرر. في الناحية الثانية في عندنا فعل مهم هو inspire. inspire. inspire معناه يلهم أو يحفز. introduction. introduction معناه مقدمة، وبيسموها الايه الانترو، يقول هنعمل في الدرس ده هنعمل له انترو، أو الحفلة دي كان فيها انترو هايلة أو جميلة. في عندنا فيرب اسمه obey. obey معناه يطيع، ومنها الاسم obedience. obedience اللي هي الطاعة، أو تنفع برضو الايه الولاء. في عندنا كلمتين هنا، كلمة qualities معناها سمات أو خصائص. عندنا quantities معناها كميات. في عندنا كلمة هنا اسمها sensible. sensible معناها حكيم أو عقلاني، وهنتكلم على كلمة تانية زيها اسمها sensitive. طيب في عندنا آخر كلمة هنا، كلمة warm. warm دي لو مع طقس معناها دافئ، لكن لما توصف شخص نقول عليه الشخص ده محب او دافئ الايه او دافئ المشاعر. تعالوا بينا دلوقتي يا جماعه ندخل على الليسننج، لكن الليسننج تكست اللي هو نص الايه، نص الاستماع اللي عن عبد التواب. عبد التواب يوسف. الانترفيور هنا المحاور بيقول ميني بيبل، العديد من الناس، هاف جروين اب. الفيرب جرو اب دي معناها يكبر او ينمو او يتربى. جروين اب ريدنج ذا بوكس اوف عبد التواب. عبد التواب يوسف. لاحظ ان الفيرب ريد مضاف له اي ان جي، يعني جاي جيرند زي ما بيقول الفعل في اي ان جي، بيسموه الجيرند يا جماعه. فالفيرب ريد مضاف له اي ان جي، والسبب فيها انه بعد الفعل جرو اب جاي الفعل في ايه؟ اي ان جي. ولما نيجي ندور على الجمله ديت نترجمها نقول لقد. ليه قلت لقد؟ لوجود المضارع التام هنا اللي هو هاف، لان الجمله لو فيها هاف او هاز وتصريف ثالث لازم ان احنا نترجمها بدايه كده بكلمه لقد. فنقول لقد تربى الكثير من الناس على قراءة كتب عبد التواب يوسف. In fact في الحقيقة I have just finished one of his books.
أنهيت أحد كتبه كولد. كولد معناه يدعى أو يدعى أو يسمى. وخلي بالك كولد دي أساسا يعني هي اختصار which was called، يعني كان في عندي which هنا ضمير وصل، was verb to be عشان تبقى مبنية للمجهول، فلما باجي أحذف ضمير الوصل بشيل ضمير الوصل وأحذف was أو where أو am أو is أو are يعني اللي هو الفيرب تو بي، وبعدين أخلي التصريف الثالث بس اللي موجود التي تدعى أو الكتاب الذي يدعى my father an Egyptian teacher، والدي معلم مصري. With me today، معي النهاردة is Mrs. عبد العزيز. She has written a book، ألفت كتاب about why the writer، ليه الكاتب became so successful. الكلمة successful معناها إيه بقى؟ معناها ناجح. وتعالى بقى هشرح لك جزئية مهمة على كلمة إيه؟ على كلمة successful. الكلمة اللي عاوز أتكلم عليها دلوقتي اللي هي كلمة successful. successful دي صفة adjective معناها ناجح، شخص ناجح. لما أقول successful person كده يعني، تمام؟ طيب لما أقول this work، هذا العمل is successful، يكون ناجح. طيب لو أنا عاوز أجيب كلمة بتساوي كلمة successful بس هي كلمة عبارة عن الاسم منها اللي هي كلمة success. success ده معناها النجاح اللي هو الاسم. بتساوي دي بالظبط، يعني دي بتساويها في حالة واحدة، لو حطيت قبليها a فتبقى successful بتساوي كلمة ايه؟ بتساوي a success. امتى بقى ده؟ لو هما الاتنين اخر الكلام يعني وراهم نقطة. لكن خلي بالك امتى اخد الاسم وامتى اخد الصفة على كده، زي لما اقول he is a، وبعدين نكتب كلمة مثلا manager، عايزين نقول هو مدير، مدير ناجح. خلي بالك هنا بعد النقط في عندي ناون، في عندي اسم هنا، فإذا كان عندي اسم لابد إن أنا أجيب له إيه؟ أجيب له صفة. فحد هيقول لي ينفع أحط هنا a success؟ لا، نقول له ما تنفعش a success هنا، لازم نجيب الصفة اللي هي إيه؟ اللي هي successful. تمام يا جماعة؟ لكن أنا ممكن في الاختيارات إن شاء الله في آخر السنة ألاقي السؤال بتاع a success ده، ما استغربش إيه؟ ما استغربش منه. نكمل بقى كلامنا. So Mrs. عبد العزيز بتوجه السؤال للسيد عبد العزيز. Was Mr. Yusuf from Cairo؟ هل هو كان من القاهرة؟ No he wasn't، لا لم يكن من القاهرة. Although، although تفيد التناقض. He lived a lot of his life، عاش الكثير من حياته. There، وكلمة there دي مقصود بها كلمتين، مقصود بها كلمة كايرو. عبد التواب يوسف was born in 1928، ولد في عام 1928. ولما نجي نقراها ممكن نقراها 1928، وممكن نقسمها كده نصين فنقول 19 والرقم اللي ورا اللي هو 28. In a small village، في قرية صغيرة، near بني سويف. When he was a child، عندما كان طفلا، he loved to read. الناس اللي حضرت معايا درس الجرامر اللي هو بتاع الفيديو اللي قبل ده على طول، اللي قبل ده على طول يعني، عايز اسأل سؤال بس. تخلي بالك الفيرب لاف هنا موجود في الماضي البسيط، يعني اخره اي دي. ممكن حد يقول لي ايه السبب؟ فكر كده شوية. الفعل لاف، نسأل السؤال تاني، الفيرب لاف ده موجود في الماضي البسيط، يعني ليه ما بيجيش he was loving كده يعني؟ الناس اللي فكرت في السؤال وعرفت الإجابة، الناس الممتازة اللي حضرت معنا الفيديو الأول، هنقول لك الإجابة إيه بقى. الإجابة لسببين طبعا مش سبب واحد. السبب الأول إن أنا لما يكون عندي when وراه was، دي بنسميها حالة في الماضي. الناس اللي فاكرة معي اللي حضرت الفيديو الأول بتاع القواعد بتاعة أزمنة الماضي، when ولو جاي وراه was يعني اسمها حالة في الماضي، بنجيب بعديها على طول ماضي بسيط، يبقى ما ينفعش اخلي الفعل هنا في الماضي الايه، في الماضي المستمر. في سبب تاني. ايه السبب التاني؟ انه الفيرب لاف ده اساسا ما ينفعش يضاف له اي ان جي، لانه من افعال الشعور. لان احنا قلنا برضه في نفس الفيديو هناك افعال لا يضاف لها اي ان جي في زمن الماضي المستمر، افعال الشعور وافعال الملكيه وافعال التقريريه، تمام؟ فالفيرب لاف ده زي لايك، زي هيت، زي بريفير، لا يضاف له ايه يا جماعه؟ لا يضاف له اي ان جي. طيب ما علينا. He loved to read children's books، كان بيحب يقرأ كتب أطفال. And he also loved writing، كان بيحب الإيه؟ الكتابة. السؤال اللي بعده بيقول Did he go to university؟ هل هو ذهب إلى الجامعة؟ Yes in 1945. ونتعود إن إحنا يا جماعة نقرأ التواريخ كده، علشان بتحصل عندنا أزمة كبيرة بعد ما نخلص الثانوية، نيجي كلنا بقى نفضل نجري على إيه؟
نجري على الأماكن اللي بتدي كورسات عشان عايزين نتعلم لغة، عشان احنا رايحين كلية محتاجة للغة، عشان انا هروح اقدم على شغل فمحتاج لغة. يا جماعة اللي احنا بنتعلمه في الانجليش لابد احنا نستفاد منه ونطبقه بره. ما ينفعش انا اجي اقول لك اقرا لي الجملة دي تقول لي يس ان 1945 هي ستارتد، يعني انت عرفت تقرا كل الكلام ده وقفت على التاريخ اللي هو حاجة بسيطة؟ يس ان 1945، سهلة بسيطة خالص. He started studying، بدأ يدرس political science. Political science اللي هو العلوم السياسية at Cairo University. He graduated. الـ verb graduate لو فاكرينه في الفيديو الأول اللي هتلاقيني أنا عامل لك رابط كده عليه من فوق دلوقتي. الفيديو الأولاني كان فيه graduate. الـ verb graduate ممكن يجي بعده in، بس بشرط إن هو يجي وراء التخصص. أقول graduated in law، graduated in science، graduated in chemistry. فاجيب وراه التخصص مش الايه، مش الكليه، تمام يا جماعه؟ طيب لكن انا ممكن الفيرب جراديويت اجيب بعده فروم. امتى بقى الناس اللي مذاكره والناس اللي حافظه المتفوقين اللي معايا متابعيني، جراديويت ممكن يجي بعديها فروم اذا كان جاي بعديها ايه بقى، الجامعه. اما اذا ما كانش فعل خالص يعني كان ا جراديويت او جمع يعني اسم جمع جراديويت، فاذا كان هو عباره عن ناون اسم مش فعل بنجيب بعده على طول ايه يا جماعه، بنجيب بعده اوف اللي هي او اف، وبنجيب بعدها المكان او التخصص او كده. يقول هي graduated in 1950 and then he worked for، الفيرب work لما يجي بعده for معناها يعمل لدى، اقول شغال في الشركه دي او شغال في الوزاره دي او كده يعني. The Egyptian Ministry of Education، education هو التعليم او التربيه، وministry معناها وزاره فنقول وزاره التربيه والتعليم. Egyptian المصريه. But 6 months later، بعد 6 شهور his father died، توفي والده. That must have been a difficult time for him، اكيد ده كان وقت ايه، وقت عصيب بالنسبه له. That's right، هذا صحيح. He wanted to live in Cairo، اراد ان يعيش في القاهره. With his mother، مع امه. And his three young sister، واخواته البنات الثلاثه. His uncles، عمامه او اخواله. Did not think، ما اعتقدوش. This was a good idea، ما كانوش بيقولوا ان دي فكره جيده خالص اللي هو الانتقال الى كايرو. But he wanted to earn. The verb earn معناه ايه بقى؟ earn معناه يكسب، بس لما يكون وراها ايه؟ ما يكون وراها money، يعني يكسب مالا فقط. لكن في عندنا earn بنقول earn his living. earn his living معناه يكسب قوت يومه، يعني واحد كل يوم مش عارف نفسه هيجيب كام مثلا فلوس، ممكن كل يوم مثلا زي الدرايفرز السواقين بنقول دول بيعملوا ايه؟ earn their living. يعني بيكسب قوت يوم، يوم يجيب 50، يوم يجيب 10، يوم كده يعني، تمام؟ طيب فايرن تجي مع ايه؟ مع الاموال، يكسب اموال او ايرن هيز ليفنج. لكن ممكن الاقي الفيرب اللي هو جين، اللي هو جي اي اي ان، وده بيجي بعديه يكسب اشياء معنويه، يعني ما ينفعش يكسب اموال، اقول جين اكسبيرينس، جين ادفايس، يعني يجيب وراه حاجه معنويه غير ملموسه. تو سند هيز سيسترز، يبقى أراد أن يكسب أموالا كافية. to send his sisters to school، الـ verb send معناه يرسل، و sisters طبعا أخوات، و to school إلى المدرسة. فلما أجي أترجمها أقول لكي يرسل أخواته إلى المدرسة، حس إن معناها كده طعمه مش حلو، يعني حس إنها مش مقبولة كده. فلما أجي أقول مش يرسل أخواته إلى المدرسة، نترجمها على أنه يلحق أخواته بالإيه؟ بالتعليم أو بالمدرسة. which دي تعود على إيه؟ تعود على إرسال أخواته إلى المدرسة أو إلحاقهم بالتعليم. which was unusual، unusual يعني غير معتاد، at that time في ذلك الوقت. بعدين بيسأل سؤال تاني بيقول when did he start writing children's books، متى بدأ كتابة أو تأليف كتب الأطفال. he did not start for many years، مستر يوسف مريد تزوج من نويلة راشد in 1956 and they had three children. لما نقول had three children ما ينفعش أقول امتلكوا ثلاثة أطفال، أقول كان لديهم ثلاثة أطفال، أو أنجبوا ثلاثة أطفال، أو رزقوا بثلاثة أطفال. فأنت لو جاتك سؤال ترجمة في الامتحان رزق الكاتب عبد التواب يوسف بثلاثة أطفال، أنت لو طلعت القاموس وفضلت تبحث عن كلمة رزق أو يرزق أو كده مش هتلاقيها أصلا، صعب أن أنت تلاقيها، أو هتلاقي لها أكتر من معنى، تمام؟ لكن إحنا بنقول رزق بثلاثة أطفال يعني كان معاه ثلاثة أطفال، كان لديه، يبقى had three children. نركز في التراجم يا جماعة. مستر يوسف sit up، الverb sit لما نضيف وراء up معناه يشيد أو يقيم.
set up the Children's Culture Association. Association معناها منظمة الثقافية للأطفال in 1968, and he traveled وسافر to many countries, العديد من الدول, to study children culture. Culture معناها ثقافة, و children يعني الطفل, لكي يدرس ثقافة الطفل. But he did not start writing until 1975. الكلمة اللي هي كلمة until دي في الوحدة اللي فاتت أو في القاعدة اللي عدت في unit 1 كنا بنقول ان until بيجي بعدها ماضي تام وقبلها ماضي بسيط منفي أو غالبا منفي. فأنتل هنا مش جاي وراها ماضي تام, فإذا هنا لا تعامل كأنها رابط ولكنها تعامل كإيه, كحرف جر. What happened then, ماذا حدث؟ Well, 1975 he started writing, بدأ يكتب أو يؤلف children's stories, قصص الأطفال, for radio and television, علشان تعرض في التلفزيون وتبث على الراديو. The stories were very successful, كانت ناجحة, and so he started, وبدأ to write novels, بدأ يكتب novels يعني روايات, poems قصائد, and plays ومسرحيات. ونجي بقى هنا نسأل سؤال مهم على الثلاث كلمات اللي هم عدوا دول الوقت. أول كلمة هي كلمة novels, الكلمة الثانية على طول اللي هي كلمة poems, الكلمة الثالثة اللي هي كلمة plays يعني المسرحيات. لما نجي نقول novels الروايات بنطلع منها اسم الفاعل منها اللي هو novelist, يعني اللي هو مين, اللي هو الروائي, تمام. البومز بنطلع منها البوت اللي هو الشاعر, اما البلايز عايزين نقول كاتب مسرحي بيسموه البلاي رايت, البلاي رايت اللي هو الكاتب الايه يا جماعه, الكاتب المسرحي, تمام. طيب كمل بقى. often about important events, احيانا عن الاحداث المهمه, and people والاشخاص المهمين in the world. he won many awards, هو فاز بالكثير من الايه, فاز بالكثير من الجوائز او المنح التي تقدم لافعال او لانجازات هامه وعظيمه. لكن كلمه reward معناها مكافاه, غالبا بتكون مكافاه ماليه. for his writing, لكتاباته. are his books only famous in Egypt, هل كتبه مشهوره في مصر فقط او في مصر فحسب؟ no, since he became famous in Egypt, منذ ان اصبح مشهورا في مصر, people have translated, الفعل translate معناه يترجم, بيجي بعديه حرف الجر اللي هو يا جماعة اللي هو into, نقول translate into, يبقى have translated his books into many languages. احنا قلنا translate ده يترجم النصوص المكتوبة, لكن في عندنا verb اسمه interpret كتبناه في الوحدة الأولى. interpret ده معناه ايه بقى, معناه يترجم ترجمة فورية, زي لما نشوف الرؤساء كده والوزراء بيكون في واحد كده واقف بينهم, فالوزير ده روسي والوزير المصري فعمال يترجم مثلا, فده اسمه ايه interpreter اللي هو المترجم, المترجم الفوري. المهم احنا عندنا الفيرب translate معناه يترجم, جاي بعده ايه, جاي بعده into many languages, including معناه يشمل او يتضمن. وكنا بنسأل قبل كده ايه الفرق, تعالى نكتبها بس هنا في الورقة او في الكشكول, ايه الفرق بين include وبين الفيرب اللي هو contain, وهما الاثنين معناهم يحتوي. هتلاقي كل الملخصات بقى كاتبة ايه, انه الفرق بين include و contain, include يعني يشمل شيء ليس من مكوناته, و contain يعني يشمل شيء من مكوناته, فانت لو فضلت تقرأ فيها 10 ايام مش هتفهم المقصود. لكن احنا بنقول على حتة كده ودايما بتمشي, بتيجي معانا صح, اللي هو ايه بقى, include بيجي بعديها حاجة تحتوي اكثر من شيء, يعني فيها اكثر من حاجه. اما كونتين تحتوي على شيء واحد فقط, زي لما اقول والله البوتل دي, الزجاجه دي, كونتينز تحتوي على ووتر يعني تحتوي على ميه. لكن لما عاوز اقول والله الباج دي, الشنطه دي, اقول ساره's bag, حقيبه ساره, includes تشمل او تتضمن chips, شيبسي, وشوكولاتة, وفيها مناديل, وفيها ووتر, فيها مية, ما شاء الله شنط البنات بتبقى مليانة جدا يعني حاجات غير شنط الأولاد, تمام. فالفيرب include معناه يشمل أكتر من شيء, contain يعني يشمل شيء واحد فقط. تعالوا بقى نكمل كلام. طيب لاحظ كده هنا بقى هو كاتب including تشمل أكتر من شيء, English, French and Chinese, يعني جايب وراء أكتر من حاجة. عبد التواب يوسف traveled a lot to, سافر كثيرا. In 1985, في عام 1985, he lectured. الverb lecture ينفع verb وينفع noun. لو اسم يبقى معناه محاضرة. لو verb يبقى معناه يقوم بإلقاء محاضرة أو يحاضر.
at the University of Ohio في جامعة أوهايو in the United States about writing for children الكتابة للأطفال and the importance والأهمية ده الاسم بتاع important اللي هي الصفة تمام و importance اللي هي الأهمية of Arabic literature للأدب العربي. He died in 2015 توفي في عام 2015 aged 87 aged ترجمتها يا جماعة عن عمر يناهز. طيب age دي أساسا اختصارت ايه؟ خلي بالك كده معاي كلمة aged دي بتساوي ايه بقى؟ خلي بالك معاي بتساوي when he was او بتساوي ايه تاني؟ بتساوي at the age of يعني لما كان عنده 87 او في عمر 87 فنقول ايه ترجمتها عن عمر يناهز 87 عاما. His books كتبه have influenced children أثرت على الأطفال. Influence فعل معناه يؤثر. Influenced children for many years لعدة سنوات. And I am sure وأنا متأكد children will continue to enjoy his books. الطلاب أو الأطفال هيستمتعوا به أو هيتابعوا الاستمتاع ب his books كتبه in the future في المستقبل. Thank you. Listening text number B. حامد بيكلم السبيكرز اللي قدامه من 1 to 5. حامد بيقول when I finish school ترجمته when I finish school دي معناها عندما انهي دراستي. مش لما اقول عندما انهي المدرسة. لا عندما انهي دراستي. I'd like to do something. نفسي اعمل شيء to help other people. وبنسأل دايما سؤال. سؤال ده من المرحلة الاعدادية بنقول هو ايه الفرق بين other اللي هنا دي و another اللي هنا. يعني الفرق بين other و another. other بيجي بعدها اسم جمع. لاحظ ان مكتوب بعدها people. people اسم جمع. لكن بص another مكتوب وراها country اسم مفرد. يبقى بعد other بيجي اسم جمع وبعد another بيجي اسم مفرد. بيقول to help other people لمساعدة الاخرين. what advice عشان السؤال ده هنحتاجه في المحادثة دلوقتي بعد نهاية التدريبات ان شاء الله. what advice can you give me ايه النصيحة اللي ممكن تعطيهاني. I think you should help some of the many people. هنا بيدي نصيحة باستخدام you should. help تساعد the many people الأشخاص الكثيرين who can't read الذين لا يستطيعون القراءة. الثاني بيدي نصيحة باستخدام if I were you اللي هي الحالة الثانية بتاعت if I were you I'd if I were you I'd work for a children's charity. كلمة charity معناها مؤسسة أو جمعية أو جمعية خيرية for a year لمدة سنة. الثالث بيقول why don't you work كل واحد بيدي نصيحة أو اقتراح why don't you work for an Egyptian tourist office مكتب سياحة مصري ليه ما تعملش مكتب سياحة مصري in another country في دولة أخرى. الرابع بيقول له you could طريقة برضو رابعة you could organize معناها ينظم ومنها الاسم اللي هو organization المنظمة والشخص اللي بينظم الأشياء اسمه organizer. You could organize sports activities. Activities معناها أنشطة وبيجي قبلها الverb do. قل do activities. Sports activities معناها أنشطة رياضية. For children in their school holidays في إجازة المدرسة. I think it would be a good idea. أعتقد أنها فكرة جيدة to train. Train ده فعل معناه يتدرب. معناه إيه جماعة؟ يتدرب. لكن في عندنا train اسم معناه قطار وتنفع تدريب. وممكن لو حطينا قبلها RE تبقى retrain معناها يعيد تدريب أو يعيد تأهيل. To be a doctor that's the best way هذه أفضل طريقة to help other people. كده خلصنا النصين بتوع listening ودلوقتي حالا هندخل على reading text. reading text يا جماعة عنوانه my father an Egyptian teacher والدي معلم مصري. For all those. Those معنى هؤلاء ترجمتها لكل هؤلاء. Who have had the honor. الذين لديهم الشرف أو الذين يحظون بالشرف. يحظى يحظى. Have had the honor of being called teacher. لديهم الشرف بأن يلقبوا بلقب معلم أو يدعوا أو يسموا معلم. زي التيتشر اللي هو الناظر أو ممكن يبقى المعلم الأول في المدرسة يعني تمام؟ ممكن يبقى مدير المدرسة. Realized أدرك that the young teacher أن المعلم الشاب was worried كان قلقا وحرف الجر وراها about worry about يقلق بشأن his first lesson أول حصة لي at the school في المدرسة. فالhead teacher وجه له عبارة وقال له don't worry لا تقلق
You have all the qualities. لديك كل الكواليتيز، كل السمات أو المؤهلات. طيب تعالوا نكتب كده 3 كلمات نعرف الفرق بينهم. عندنا كلمة اللي هي كلمة qualities اللي هي السمات، في عندنا كلمة quantities اللي معناها الكميات، وفي كلمة اسمها qualifications اللي هي المؤهلات. يبقى qualities معناها سمات أو مواصفات أو صفات، quantities معناها كميات، أقول quantities of food يعني كميات من الطعام، qualifications معناها مؤهلات. يبقى الـ3 كلمات بيبدأوا بالـ Q-U-A، لكن الأولى qualities سمات، quantities كميات، qualifications معناها مؤهلات. You have all the qualities، لديك كل السمات، to be a good teacher، لكي تصبح معلم جيد. He said you are، يعني لابد أن تكون، you are very natural with the students. natural صفة جاي بعدها حرف الجر with، كلمة natural معناها طبيعي وجاية من nature اللي هي الطبيعة. you are very natural with the students، أنت طبيعي مع الطلاب، تكون على سجيتك يعني وعلى طبيعتك. You are serious. الشخص اللي بنوصفه بأنه serious هو الشخص اللي هو، ركز في اللي أنا هقوله ده، اللي هو never laugh. never laugh يعني مش بيضحك، بنقول شخص ده serious يعني جاد، مش بيبتسم كده ويضحك خالص يعني. and responsible ومسؤول. warm قلنا warm معناها دياتي دافئ الايه، دافئ المشاعر. but strict، strict معناها شخص حازم. الفرق بين strict و serious، قلنا انه serious never laugh، اما strict هو الشخص اللي بيحرص على انه كل الناس او كل الطلاب obey. obey يعني تطيع rules، تطيع القوانين والقواعد. that's what I have learned، هذا ما تعلمته، about you عنك، in the short time في الفترة القصيرة، you have been here اللي انت كنت فيها هنا. you will need to discipline، discipline فعل معناه ينظم او يهذب the students الطلاب. but you will be fatherly، لابد ان تكون ودودا او ذو مشاعر ابوية، and gentle ولطيفا او ودود. Do you think so؟ المعلم الشاب يقول له هل تعتقد ذلك؟ I have always prepared my lessons، أنا كنت دايما بحضر حصصي أو كده. Well جيدا، said the teacher. I give myself goals. الverb give معناها يعطي، وgoals معناها أهداف. لو احنا ترجمناها وقلنا أنا أعطي نفسي أهداف، نحس إن طعمها كده مش حلو. لكن هنا معناها أنا أضع أهدافا لنفسي، وأنا أضع لنفسي أهداف. هو يضع معناها بط، لكن انا ترجمتها هنا مش مستسيغه مع بعضيها، مش جايه ان انا اعطي نفسي اهداف، لا انا اضع لنفسي اهداف. and plan، plan يعني يخطط او خطه، اعطنا لها ايه طبعا بتتمد في الصوت بتبقى لونج، فنقول بلين نمدها كده ويتغير معناها طبعا بتبقى ايه طائره. and plan واخطط how to achieve، achieve معناها ينجز او يحقق، والتحقيق او الانجاز نقول achievement معناها انجاز. to achieve them I plan an introduction، أنا أخطط لمقدمة، مقدمة عشان أدخل بها لإيه؟ أدخل بها الفصل كإيه؟ كورم أب يعني كتهيئة. and then وبعد ذلك use steps، أستخدم خطوات. and I like to use paintings، أحب أستخدم الرسومات and pictures. طبعا الفرق بين paintings الكلمة دياتي، والفرق بينها وبين كلمة photos أو photographs، إنه photos أو photographs بتلتقط by camera، لازم يكون فيها كاميرا خلاص؟ لكن البينتينجز دي بيكون فيها رسومات مرسومه بالايه بالالوان او باليد يعني. set the teacher، فبيقول له هنا الهيد تيشر الناظر بيقول له that's good، هذا جيد. you have come with fresh ideas. ideas يعني افكار، وفريش معناها احنا عارفين انه فريش دي تبقى طازج، بس مع امتى؟ مع الفيجيتابلز، مع الفروتس، مع اي حاجه بتتاكل كده، مع الاطعمه تبقى اسمها فريش معناها طازج. لكن هنا لما نقول فريش معناها افكار جديده أو أفكار متطورة، يبقى أنت تأتي بأفكار متطورة وأنت تبتكر أفكار متطورة. answer زهيد I believe، أنا أعتقد that a teacher إنه معلم mustn't يعني لا يجب silence his students، لا يجب أن يصمت أو يسكت طلابه، مش شغلانة المعلم إنه هو يسكت الطلاب في الفصل. he must inspire، inspire يعني يلهم، لابد أن يلهمهم ويحفزهم، لابد إنه هو inspire them and encourage them، وشجعهم to communicate. communicate يعني يتواصل، and to take part in conversation، ويشارك في الحوارات. طبعا احنا عندنا take part in اللي معناه يشارك، دي بتختلف خالص عن الفعل اللي هو share، اللي هو share ده اسمه يتشارك،
بنقول بنتشارك نقول we share the bottle of juice، يعني احنا تشاركنا في زجاجة العصير. زجاجة العصير احنا 5 افراد فتشاركنا فيها، كل واحد اخذ له جلاس فاسميها شير، تمام. لكن تيك بارت ان معناه بيشارك او يدخل او يعني بالعمل، يعني يبدأ يشارك بايه بالفعل، يعني مش كده مش بقول او مشاركة الاشياء. بنقول تيك بارت ان ذا ماتش يعني شارك في المباراة، تمام كده. to take part in conversation، conversation يعني الايه المحادثات. وطبعا في فرق بين conversation وال dialogue. dialogue اللي هي المحادثة المكتوبة، ولذلك سؤال الامتحان بيقول لك حل ال dialogue ولا حل ال conversation. ها بيقول حل ال dialogue، لكن conversation هي المحادثات الشفوية. you don't want to spoil، ال verb spoil معناه يفسد، تمام. spoil the students، انت لا تريد ان تفسد الطلاب. warn the head، بيحذروا مين؟ بيحذروا المعلم او اللي هو ناظر المدرسه. قال له اوه اي وونت، انا لا افعل ذلك. وي شود انكريج ذيم، لابد ان نشجعهم. تو موف اراوند ذا كلاس يعني ان يتجولوا في الفصل او يتنقلوا بحريه. وي كان تشينج ذا ديزاين، ممكن نغير التصميم اوف ذا كلاس روم في الفصل. اف ذير از ا ديسكشن، اذا كان هناك مناقشه، ديسكشن معناه مناقشه او حلقه مناقشه. الفيرب من اللي هو ديسكس يناقش. The students can sit، sit معناه يجلس بالاي، لو بيجد بالاي تبقى معناها جهاز، جهاز تبقى اسم يعني معناها جهاز. in a circle، circle دائره، or semi circle او نصف دائره. we could even have the class outside، ممكن ناخذ الفصل ونطلع بيه برا او الطلاب يعني. under the trees تحت الايه تحت الاشجار. sit the teacher. good luck with your first class tomorrow، اتمنى لك التوفيق في اول حصه لك. Said the head. The head teacher left him، تركه. dreaming يحلم. dreaming هنا المقصود بها مين؟ المقصود بها النيو تيتشر اللي هو المعلم، او اليونج تيتشر المعلم الجديد، لانه بيقول dreaming about his new life as a teacher. عاوزك تبص على كلمة his هنا كويس، تمام. he believed that his، وhis هنا خلي بالك دي تختلف عندي، في فرق بين his اللي هنا وhis اللي هنا مع انه نفس الكتاب. was the most important job، كانت افضل وظيفه. وتعال نشرح الجزئيه بتاعت his و his. عندنا حاجه يا جماعه اسمها صفات الملكيه، وفي عندنا حاجه اسمها ضمائر الملكيه. الاسم مش مهم قوي يعني، بس المهم الفرق بين الاثنين. صفات الملكيه زي لما اقول your، زي لما اقول her، زي لما اقول our مثلا. ضمائر الملكيه اللي هي يضاف لها اس اقول yours، hers او ours. الفرق في دولة هو الفرق في الاستخدام مش في الاسم فقط، يعني الفرق ان دي صفات الضمائر بس. اما اذا كان اسمها صفات او ضمائر ده ما يعنينيش قوي يعني، يعنيني الاستخدام بتاعها. دولة يا جماعة اللي هم your، her، our ما ينفعش نستخدمهم الا لما يجي بعدهم اسم. اقول your mobile، her bag، our class، لابد انه يجي بعد اللي يا جماعه ما فهمش اس. دوله اللي بدون اس لازم يجي وراهم ايه؟ لازم يجي وراهم اسم. اما yours، hers، ours بياتوا بدون اسم، يعني مش بيجي وراهم اسم خالص. ما ينفعش اقول yours mobile، لا اقول this mobile is yours ملكك، او اقول this bag is hers، او ما ينفعش اقول this class is ours class. ما ينفعش ours واحط وراها class، لا اقول اورز واحط في الستوب. ممكن ابدا بها الكلام، بس بدات بها الكلام جبتها في نص الكلام في نهايه الكلام. المهم انه في شرط اساسي انه مش بيجي بعدها ايه، مش بيجي بعدها اسم. لو فهمت الكلام ده كويس تعال انا هسالك سؤالين على الحته بتاعت هيز وهيز. في الاولى هنا مكتوب هيز نيو لايف، وفي الثانيه مكتوب هيز ووز ذا موست امبورتنت جوب. في الاولى خلي بالك هما الاثنين زي بعض، لانه هنا ما ينفعش احط لها اس يعني يبقى اتنين اس ورا بعض، ما ينفعش، بيجت زي ما هي هيز بتبقى هيز، تمام. في الاولى مكتوب هيز نيو لايف، وفي الثانيه هيز ووز ذا موست امبورتنت. في الاولى صفه لانه جاي بعدها اسم، صفه ملكيه، لكن هنا اسمها ضمير ملكيه. ليه؟ لانه مش جاي بعدها ايه، مش جاي بعدها اسم. فمقصود بيها هنا هيز جوب، وظيفته ووز ذا موست امبورتنت جوب، كانت اهم وظيفه. هي ووز سوسايتيز، المعلم ده هي ووز سوسايتيز انجينير، هو مهندس المجتمع. helping to build it، يساعد في بنائه او في تأسيس المجتمع. a teacher is like the layers، layers اللي هي الطبقات، مثل الطبقات of the earth، مثل طبقات الارض.
whatever معناها مهما، whatever level مهما أو أي مستوى you reach، مهما كان المستوى الذي تصل إليه في هذه الطبقات اللي هي طبقات المعلم. you can dig، الفعل dig معناها يحفر، deeper إلى الأعمق، to find more layers لكي تجد طبقات أكثر، that are even richer than before، أغنى من السابق أو أثرى من التي تسبقها. his was the best job in the world، وظيفة المعلم هي أفضل وظيفة في العالم. وإحنا كمعلمين لابد أن نفخر جميعنا بذلك، بأن وظيفة المعلم هي أفضل وظيفة في العالم. تعالوا دلوقتي يا جماعة ندخل على أسئلة الإيه؟ أسئلة التدريبات، ونبدأ بالسؤال الأول. السؤال الأول بيقول parents should spend of time with their children every day، لابد ان الوالدين يقضوا quantity of time يعني كمية من الوقت مع اطفالهم كل يوم. في اليونت 6 ان شاء الله هنشوف سؤال نفس الجملة دي بالظبط بس بدون of، بدون of، فبيبقى اسمه quality time يعني وقت فراغ، او الوقت اللي هو بما يكون الواحد مثلا شغال لمدة اسبوع، تعبان لمدة اسبوع، يجي ياخد له ايه يوم كده او يومين ايه فترة نقاهة، بنسميه quality time. لكن هنا عندنا of، ما ينفعش اقول quality، اقول quantity of اوف تايم، وده نموذج الوزاره الثاني في 2019 زمايلكم اللي امتحنوا السنه دي. نمبر 2 ماي فاذر سيد، قال والدي ذات هيز تيشر، المعلم بتاعه واز فيري ايه، كل الصفات تنفع، بس بيقول ماي فاذر كودنت توك ان هيز ليسون، ما كانش بيقدر يتكلم في حصته خالص، يعني ما كانش بيقدر كده بالبلدي ايه، ما كانش بيقدر يفتح بقه معاه خالص يعني. فتبقى الاجابه طبعا ايه ستريكت، يعني شخص ايه حازم. نمبر 3 نبيله هير جراند تشيلدرن، جراند تشيلدرن اللي هم الاحفاد، نبيلة بتعمل ايه لاحفادها؟ She always gives them lots of food، تعطيهم الكثير من الطعام، and presents وهدايا، يبقى اذا هي هتعمل ايه؟ spoils her grandchildren. طبعا مع اعتراضي على المثال ده، انا مش عارف ازاي ايه اللي هيفسد الاحفاد في ان الجدة تعطيهم طعام وتعطيهم هدايا، ده الطبيعي ان هي تديهم هدايا وطعام يعني تمام، بس هو طبعا بيقول lots of الكثير منها، يبقى اذا هي هتسبب ايه؟ انها spoil زي ما تفسدهم. طبعا الفعل ده اللي هو spill ده معناه يسكب، لما نقول بيسكب العصير، يسكب ميه مثلا من البوتل من الزجاج، لو بيجي بالاي طبعا ده معناه يتهجى، يستهجى يعني تمام. انا عايزك تسجل ورايا اي معلومه تسمعها لاول مره اكتبها، اوكي؟ طيب هيتس دي معناها يكره، وانوي معناها يزعج او يضايق. نمبر 4 سكول سكرتري، السكرتير بتاع المدرسه، از فور سيندينج ايميلز، يعني مسؤول عن، يبقى ريسبونسبل اللي هو الصفه ان هو مسؤول عن ارسال الايميلات. نمبر 5 ذس فيلم، الفيلم ده is very، هو ايه؟ I would، وهو في نقطة خلاص، I'd prefer to watch something، انا افضل ان اشاهد حاجة تاني غير كده، والحاجة دي التانية انا نفسي اتفرج عليها that will make us laugh، تخلينا نضحك، يبقى انا الفيلم ده مش ممكن يكون funny، لان هو لو funny ازاي هروح اتفرج على فيلم funny؟ لا، الفيلم ده serious يعني جاد. نمبر 6 هدى's father، والد هدى works for an important ministry، يعمل في وزارة مهم. نمبر 7 وليد always makes a revision 2 months before the exam، خلي بالك هنا بيقول بيعمل بلان، يبقى make a revision بلان، لانه كلمة revision خلي بالك بتاخد do، لو قال do revision وسكت خلاص، لكن الفيرب make يا جماعة هنا جاء عشان خاطر كلمتين، عشان خاطر كلمة بلان، makes a revision بلان، خطة مراجعة 2 months before the exam، قبل الامتحان بشهرين. اما بين دي معناها قلم، بلين طائرة، وبليند اللي هي AI دي معناها سهل. في الجغرافيا يا جماعة بتعرفوا حاجة اسميها الأرض المستوية كده، بنسميها ايه؟ بنسميها سهل يعني. طيب في نمبر 8 the head teacher، الناظر، believes، يعتقد أو يظن، that is very important in the classroom، حاجة مهمة جدا في الفصل، اللي هي discipline، طبعا indifference اللي هو عدم الاختلاف، violence اللي هو العنف، noise اللي هي الايه اللي هي الضوضاء. نمبر 9 the head teacher the students before the visitor gave her talk، قبل ما الزائرة تلقي الخطاب بتاعها أو تلقي الكلمة بتاعتها، الناظر عمل إيه للطلاب؟ silenced the students، يعني أسكت الطلاب، silenced. طب ليه ما تنفعش شاوت؟ شاوت يا جماعة لازم يبد إن يجي وراه حرف، لازم يجي وراه حرف جر، لازم شاوت يجي بعدها إيه؟ يجي بعدها حرف جر، أقول shouted at the students. Number 10 there was a at the university، في الجامعة، about new technology، عن التكنولوجيا الحديثة. هنا يقول عندنا ليكتشر يعني محاضرة، أما تيل دي معناها حدوتة يعني أو قصة صغيرة كده، ميث معناها خرافة سوبرستيشن يعني، أما الليجند اللي هو معناه الأسطورة. مستر يوسف
سيت اب يعني انشا واقام اسوسيشن يعني جمعيه تو هيلب تشيلدرن لمساعده الاطفال ان 1968. نمبر 12 فون مي كلمني او اتصل بي افتر سكول بعد المدرسه اند وي كان هاف ا اباوت ذا ويكند حنعمل ايه هاف ا تشات نحصل على او نقوم بعمل دردشه عن الويكند. You have a lot of to be good at chess. لديك الكثير من الإباقة الانتليجنس لديك الكثير من الذكاء لكي تصبح أو الأناقة أو الذكاء لكي تصبح جيدا في الشطرنج. طيب number 14 let's play a game هيا نلعب game مباراة in the between lessons إيه هو اللي بيكون بين الحصص اللي هو البريك في الفسحة. number 15 what is the in meaning between where and where عايز أقول إيه الديفرنس إيه الاختلاف ما بين وير طبعا confidence معناها الثقة intelligence ذكاء influence اللي هو معناها التأثير. number 16 the teacher told us أخبرنا المعلم about the of revising before exam أخبرنا عن الأهمية importance. number 17 the tourists السياح sat by the pool جلسوا بجوار أو بالقرب من البركة أو حمام السباحة and the sun and faced the sun يعني واجهوا الشمس عشان يعملوا sun bath حمام شمس. Don't lose those forms. Forms معناها وثائق أو استمارات. لا تضيعها. They are very important. إنها مهمة مهمة جدا. Number 19. The tourists السياح went on ذهبوا في tour جولة of Egypt لمصر visiting all the ancient sites. يبقى cultural tour جولة سياحية مالها cultural يعني ثقافية. أما material دي معناها مادة خام. Curved اللي هو باليو دي معناها منحني. حاجة منحنية يعني عارف يكون منحنية كده أو مسنية. violent دي معناها عنيف. the teacher طبعا كلمة curve دي لو بالA معناها ينحت يا جماعة هناخدها في وحدة جاية إن شاء الله. number 20 the teacher to know why the students were all late يبقى المعلم demanded طالب إنه هو يعرف ليه الطلاب كلهم كانوا متأخرين. طبعا cheat دي معناها إيه معناها يغش. السمة طبعا اللي كانت في امتحانات السنة دي للأسف اللي هو cheat اللي هو كان معظم الطلاب بيغش. faced معناها واجهة طبعا وبروك. The football team فريق كرة القدم are playing بيلعب with a lot of بإيه I think they are going to win أعتقد أنهم هيفوزوا. يبقى نقول confidence معناها إيه معناها الثقة. جملة دي نقصها كلمة واحدة بس نقول the red football team يعني فريق الأحمر اللي هو الإيه اللي هو الأهلي طبعا بيلعب بالكثير من الثقة فهيفوزوا طبعا دي حاجة معروفة. طبعا كان ممكن ناخد stupidity دي اللي هي رقم بي اللي هي الغباء لو كنا بقى حطينا إيه هنا قبل الفوتبول تيم في الكومنت بتاعت الفيديو ده تكتب لي الجملة رقم 21 دي هنكتب كلمة ايه هنا قبل ذا فوتبول تيم. طبعا السؤال ده او الجملة دي من باب الدعابة والهزار يعني مع حبايبنا الايه الزملكاوية. تمام انفلونس معناها يؤثر او تأثير. طيب الريسبونسبيليتي معناها المسؤولية. الريسبونسبيليتي يعني عدم المسؤولية. طيب ماي هيستوري تيتشر معلم التاريخ انفلونسد ماي ديسيجن اثر على قراري تو بيكام تيتشر. تمام طيب شكسبيرز بلايز شخصيات او مسرحيات شكسبير هاف بين فيري كانت ايه او ما زالت ايه ميني رايترز هاف يوزد هيز ستوريز استخدموا القصص بتاعته يبقى اذا قصصه ايه انفلوينتل او مسرحياته مؤثر او لها تاثير. ديس اورجانيزد يعني غير منظم كومبليكيتد يعني معقد ضل معناه ممل او كئيب. نمبر 24 بيقول منز انكل عمنا اذا ان اكسبيرت هو خبير اون ساينس في الايه في العلوم and often lectures وعادة بيلقي محاضرات at the university في الجامعة. number 25 I ran 14 كيلومترز yesterday أنا جريت لمدة 10 أو لمسافة 10 كيلومتر and now my legs والآن قدمي ache يعني تؤلمني. لذلك المقطع ache ده لما نحطه لأي عضو في أعضاء الجسم يعطيني ترجمة ألم في العضو ده يعني ما أقول هيدك يعني ألم في الرأس stomach ache يعني ألم في المعدة خلاص اي حاجه نحط لها او اي عضو نحط له كلمه ايك وراه يبقى معناها انه فيه ايه فيه الم. في نمبر 26 is an organization منظمه for people للاشخاص with the same interest بنفس الاهتمامات. ايه هي المنظمه اللي هي association طبعا ministry معناها وزاره وdiscipline النظام وليكتشر يعني محاضره. نمبر 27 is the practice of making people تجعل الأشخاص obey rules or orders and orders يعني يطيعوا القواعد والتعليمات والأوامر اللي هي الديسبلين اللي هو النظام. responsibility المسؤولية writing الكتابة archaeology اللي هو علم الأثر. 28 to
is to teach someone أن تعلم شخص ما to obey rules أن هو يلتزم بالقوانين يبقى معناها discipline برضه. Number 29 means behavior سلوك that is typical يعني مشابه of a kind نوع or concerned أو متعلق ب father بالأب يبقى نقول fatherly. طبعا fatherly دي fatherly دي معناها إيه بقى؟ معناها ريش ومغطى بالريش، فدي معناها شخص مغطى بالريش. cruelty اللي هو القسوة أو العنف. obedience اللي هي جاية من الverb obey يعني. Number 30 is something شيء ما that makes you feel proud يجعلك تشعر بالفخر and happy والسعادة اللي هو honor اللي هو الشرف أو الفخر. Number 31 is to have an effect on have an effect يا جماعة دي معناها يكون له تأثير أو لديه تأثير. ممكن نختصرها كلية have an effect دي خليها effect اللي هي بالA معناها يؤثر. In the way someone or something develops or behaves أو يتصرف طبعا هو influence التأثير. يعني قلنا obey دي معناها يا جماعة معناها يطيع. To is to talk to a group تحدث إلى مجموعة of people يبقى دي معناها lecture معناها يحاضر. في نمبر 33 is a government department قسم في الحكومة اللي هو الministry اللي هو اللي هو الوزارة. في نمبر 34 to is to think about something تفكر في شيء you want to do نفسك تعمله and how you will do it وازاي هتعمله اللي هو plan. نمبر 35 person is someone شخص ما هو is sensible قلنا sensible دي معناها مدرك او عقلاني او شخص واعي يعني، لكن في عندنا كلمة اسمها sensitive اسمع تاني كده كلمة sensitive. sensitive دي معناها حساس. لما نقول والله البنت الصغيرة دي is sensitive يعني حساسة، لكن sensible دي نقول واعي أو مدرك أو شغل مخه يعني. and able to be trusted أن يثق فيه يبقى responsible. careless دي معناها مهمل طبعا. number 36 person is someone شخص ما هو is quiet هادي and does not often laugh ولا يضحك غالبا اللي هو serious. تمام. To is to make someone stop giving يتوقف عن إبداء their opinions إبداء رأيه اللي هو إن إحنا نعمل له إيه silence يعني يسكت. آخر سؤال في الصفحة دي to is to let a child أن تترك الطفل have يمتلك or do أو يفعل whatever they want ما يريده with the result نتيجة that they behave badly sorry إن هم بيتصرفوا إيه badly بطريقة سيئة يبقى spoil معناها إيه معناها يفسد. Number 39 person is someone who makes sure يتأكد that people always obey rules بيتبعوا القواعد. يبقى مدام بيتبعوا القواعد يبقى شخص strict حازم أو صارم. في السؤال رقم 40 بيقول successful teachers المعلمين الناجحين their students بيعملوا الطلاب inspire يعني بيلهم الطلاب أو يحفزهم. My father's ideas أفكار والدي have had a great on me كان لديها تأثير كبير علي يبقى influence اللي هو تأثير on me. The workers العمال covered the floor غطوا الأرضية with a thick معناها سميك حاجة طبقة سميك كده of sand من الرمال يبقى layer. أما layer دي معناها كاذب lawyer يعني محامي ruler معناها مسطرة يعني أو الحاكم حاكم البلاد أو كده. 43 I felt relaxed شعرت بالاسترخاء after 2 days بعد يومين of silence من الهدوء in the countryside في الريف. madness طبعا معناها الايه الجنون. thank you for your advice شكرا نصيحتك الايه اللي هي fatherly. اما fatherhood معناها الابوية او الابوة يعني. my brother waste his time اخي بيضيع وقته with his online friends مع اصحابه اللي على الانترنت يبقى بيعمل ايه chatting. number 46 on the 7th day of the month في اليوم السابع من الشهر. لو قال في اليوم الرابع عشر او اليوم الخامس عشر من الشهر نقول ان المون بيبدو كأنه سيركل كأنه دائرة، لكن هو بيقول هنا في اليوم السابع يبقى سيمي سيركل يعني نصف دائرة. في السؤال نمبر 47 السؤال رقم 47 بيقول there are a lot of يوجد الكثير من on the walls على الجدران of ancient Egyptian tombs المقابر الايه المقابر الفراعنة يبقى نقول عندنا paintings ما ينفعش نقول photographs. سما is a student طالبة ايه she studies hard بتدرس بجد and thinks carefully تفكر بحرص before answering questions قبل الإجابة على الأسئلة يبقى sensible. ليه ما خدناش sensitive معناها حساس. my father studied والدي درس science تبقى درس political science العلوم السياسية
فعشان كده هو بيعمل في الامبسي اللي هي الايه السفاره. في نمبر 50 at school في المدرسه we have a for food لتناول الطعام والريست والراحه بعد الحصه الرابعه او بعد الفتره الرابعه، يبقى نقول ايه بناخد بريك فسحه يعني. في نمبر 51 بيقول if you want to be successful اذا اردت ان تكون ناجحا give yourself ضع لنفسك to achieve ضع لنفسك goals اهداف لكي تحققها. في نمبر 52 احمد wants to be like his grandfather احمد عاوز يبقى مثل جده او يصبح مثل جده who has had a big on him big ايه on him big influence كان لديه تأثير عليه. نمبر 53 خالد wants to be خالد يريد ان يصبح ايه so he can work for the government يعمل في الحكومة يبقى عاوز يبقى politician يعني شخص سياسي. نتحول دلوقتي على حروف الجر والتعبيرات التعبيرات الهامة. في السؤال نمبر 54 بيقول my grandmother جدتي died last year توفيت العام الماضي aged 95 عن عمري وناهز 95 is the greatest country in the world اكبر دولة في العالم او اعظم دولة في العالم. انا هنا عندي بعض النقط ما فيش ناون ما فيش اسم يبقى اخذ اللي فيها اس دي ours اللي هي our country يعني. My father lectures his students يحاضر طلابه on يبقى lecture بيجي بعدها ايه يا جماعة حرف الجر on. في 57 when I leave school عندما اغادر المدرسة لا تبقى ترجمتها عندما انهي دراستي مش اغادر المدرسة عندما انهي دراستي. I want to set my own business عملي الخاص يبقى set up انا يقيم او شيء. 58 the secretary translated the report وtranslate بيجي بعدها يا جماعة into. في نمبر 59 رودينا looks to studying يبقى looks forward معناه يتطلع الى وخلي بالك look forward to بيجي بعد الفيرب في ing على الرغم من نهايته to لكن معناه اصلا يتطلع الى او يامل او يتمنى. طيب I need to a survey survey معناها دراسة او بحث او استطلاع conduct يعني يجري دراسة او يجري استطلاع. لو ما كانش عندي conduct يبقى لازم يكون عندي do لانه كلمة survey بحث بيجي قبلها ايه بيجي قبلها do. 61 the famous writer الكاتب المشهور an award بمنحة او جائزة for his last novel يبقى نقول when حد بيقول لي deliver اللي هو الفعل deliver لو بيسلم يعني او كده نقول له لا deliver دي ما تنفعش لازم يكون قبليها verb to be عشان تبقى مبنية للمجهول يعني اقول the famous writer was delivered سلم an award for his last novel ما ينفعش اقول سلم جائزة لنفسه عشان اخر رواية كتبها سلم نفسه جائزة ما ينفعش طبعا لا يقبل العقل. والفعل give ده لو كان تصريف ثالث وقبله was او كده نقول the famous writer was given يعني اعطي لكن هي الوحيده اللي بتبقى من غير مبني المجهول اللي هي when. نمبر 62 السؤال قبل الاخير بيقول what advice ما النصيحه can you me can you give me give advice يعني يعطي نصيحه. في 63 بيقول sure يعني عايزين نقول تاكد يبقى نقول make sure يعني تاكد. بعد ما خلصنا الاختيارات بتاعت الكلمات في سؤال ديالوج محادثة عاوزين نتدرب عليه بخصوص الليسننج والريدنج في الصفحة رقم 70 في بيج 70 من تحت هنا خالص في الصفحة رقم 70. رجب is talking to his friend مجدي رجب يتحدث مع صديقه مجدي فرجب بيقول لمجدي I'd like to keep fit أنا أود أن أصبح لائقا بدنيا وبيسأله سؤال فالإجابة كانت بتبدأ بكلمة يا جماعة بتبدأ بيس ومدام بيبدأ بيس يبقى هل تمام هل ايه بقى بيقولوا لو انا مكانك هذهب للسباحة كل يوم يبقى السؤال بالعربي يبقى هل يمكن ان تعطيني نصيحة يبقى اذا هيبقى السؤال كان you give me some advice ممكن تعطيني نصيحة او ممكن اقول له can you advise me بس اللي هي بالاس هي كده نقول له can you advice me اهي وخلصت على كده. طيب بيقول له نعم لو انا مكانك هذهب للسباحه كل يوم فبيقول له ذا سويمنج بول حمام السباحه مسافته بعيده اذا لونج واي فروم ماي هاوس بعيد من بيتي هاو كان اي جيت ذير كيف اذهب الى هناك لما حد يقول لك كيف اذهب الى هناك اذا اقول له باي واي حاجه طبعا كنا نقول باي كار باي تاكسي باي باص باي بايك اي حاجه فهنا عندي كلام كده وبعد كده بيقول له I am sure some students in our class انه الطلاب في فصلي go there by bus بيذهبوا بالاتوبيس يبقى هنا هنقول by by bus بالاتوبيس. احنا اتفقنا قبل كده يا جماعه في الكورس بتاع الديالوج كورس بتاع المحادثه قلنا يا جماعه لما الاقي عندي نقط كده
جملة يعني، واخرها ايه هنا؟ اخرها فول ستوب، وتحتيها على طول جملة اخرها فول ستوب برضو. ايه بنعمل في الجملة التانية دي؟ الجملة التانية دي بتكون عبارة عن ابداء رأي. عبارة عن ايه؟ ابداء رأي يعني بدي رأي. كيف يعني ابداء رأي؟ ايوه، يعني اما اعبر عن الموافقة او اعبر عن الايه، اعبر عن الرفض. فهنا مجدي بيقول بالاتوبيس، وراح التاني قال له اه معاك حق، انا متأكد ان اصحابي بيروحوا بالاتوبيس واقدر اروح معاهم، يبقى معاك حق. نقول له ايه؟ يو ار رايت، معك حق. فبيقول هنا I would really like to start a new hobby، نفسي ابدا هوايه جديده، but I am not sure which one، مش عارف ابدا بني هوايه. وبيساله سؤال تاني، وراح رد عليه قال له مش yes ولا no، قال له why don't you start collecting coins، لماذا لا تبدا بجمع الطوابع؟ فممكن اقول له هنا ما الهوايه اللي ترشحها لي، او هل يمكن ان تنصحني بشان الهوايه؟ فممكن اقول له، ما ينفعش اقول هل طبعا، خلاص اقول له ايه النصيحه اللي ممكن تديهاني، اقول له what advice، ما النصيحه can you give me، ايه النصيحه اللي ممكن تديهاني؟ قال له لماذا لا تبدا بجمع العملات؟ I collect them، انا اجمعهم already بالفعل، so I could help you، ممكن اساعدك. فبيوجه له سؤال، قال له you can ask online friends، تطلب من اصدقائك على الانترنت to send you، ان هم يبعثوا لك their local coins، coins اللي هي العملات طبعا، يبعثوا لك عملات ايه محليه من بلادهم يعني، يرسلها لك. فطبعا السؤال هنا يبقى كيف؟ كيف اجمع الطوابع؟ يبقى how، وعاوز فعل مساعد اهو موجود كان، وعاوز الفعل اللي هو يو، يطلع اي هنا، يبقى how can I collect، كيف اجمع زم، how can I collect زم، أو how can I collect coins، عملات. قال له you can collect زم online، وتطلب من أصدقائك. فهنا في النهاية طبعا، في نهاية المحادثة يقول له إيه، يقول له thank you، شكرا. وكده تبقى خلصت إيه يا جماعة، بتبقى خلصت الإيه، المحادثة. لو قلبنا الصفحة يا جماعة ورحنا على أسئلة التراجم، هنلاقي إن أسئلة التراجم متاخدة كده كيوتس، يعني متاخدة من إيه، من بالظبط من النص اللي هي نص الريدنج، او النصوص اللي هي الاستماع. يعني مثلا السؤال الاول ده لو دورنا هنلاقيه ده اول جمله في نص الريدنج، احنا كنا بنترجم ترجمه يعني دقيقه جدا لكل جمله احنا بنقراها في سؤال الريدنج. ولذلك لو انت كنت فاهم الدرس كويس وركزت معايا من بدايه الفيديو في نص الريدنج، هتعرف تترجم دول كويس جدا. يعني مثلا في الاولى بيقول to all those، لكل هؤلاء، وهتلاقيني في الفيديو قلت فعلا كده، لكل هؤلاء who have had the honor، الذين لديهم الشرف of being called teacher، لكونه معلم او بانه يلقب بلقب معلم. we have to be grateful، لابد ان نكون ممتنين، يشعر بالامتنان. يعني كلمه ايه؟ كلمه grateful. حلو، بقى باقي الترجمه دياتي، وهشوفها ان شاء الله منكم على جروب الايه، على جروب الواتس اللي هو 0 100 8 2 1 4 5 2 5 2 9. ألقاكم على خير إن شاء الله في الفيديو اللي وراه على طول بإذن الله، واللي يتكلم عن الإيه، عن البريزنت بيرفكت اللي هو المضارع التام، عشان إحنا عايزين ننجز بسرعة عشان نخلص المنهج بدري بدري، على شهر واحد كده وعلى شهر 12 إن شاء الله، منهج وقصة وكله على بعضه بإذن الله، عشان نبدأ بقى من شهر واحد نراجع إن شاء الله مع الناس المشتركة معانا في الإيه، في جروب الواتس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.